احنا لسه مكملين معاكم بقيه فقراتنا في ظل ظاهره التطرف المناخي اللي بدانا نحس بيه مؤخرا وبنتائجه على مستوى العالم، واللي بيتمثل طبعا في الاعاصير وارتفاع درجات الحراره والفيضانات والزلازل وغيرها. كان من الضروري ان الحكومات تتكاتف والمعنيين بشؤون البيئه لانقاذ كوكبنا من النتائج الكارثيه الناجمه عن التغيرات المناخيه اللي بتحصل مؤخرا. علشان كده مصر كانت من اهم الدول وأوائل الدول اللي اهتمت بالموضوع ده وأصدرت توصياتها في مؤتمر المناخ كوب 27، وكان من أهمها إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار. مش بس صندوق الخسائر والأضرار، موقف مصر بشكل عام من تغير المناخ ما وقفش عند الحد ده. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تقنين أوضاع العاملين في مجال إدارة المخلفات وإن هم يتم دمجهم في القطاع الرسمي. طبعا ده لانه في ايمان بالدور الفاعل في اداره منظومه المخلفات. في حفل حضروا كل من وزراء البيئه والتضامن الاجتماعي والتنميه المحليه والعمل لتكريم عمال النظافه العاملين في هذا المجال. بالتاكيد هم ابطال حقيقيين في مجال اداره المخلفات. خلونا نتكلم عن الموضوع ده، وبيسعدنا ان يكون ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور مجدي علام خبير البيئه والمناخ. دكتور مجدي بتنورنا دايما وبنرحب بيك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مبدئيا كده في البدايه قول لنا ايه الاهميه والعائد البيئي والاقتصادي من اداره المخلفات بانواعها. هو حضرتك المخلفات يعني احنا بنبص لها بتعبير تاني. يعني الناس يقولوا المخلفات زباله تترمي. احنا بنقول الزباله كنز لا يفنى. ليه كنز لا يفنى؟ لانه كل لو احنا مثلا وده رقم حقيقي، المتوسط الفرد في مصر نص كيلو في اليوم جرام متوسط. في مناطق يعني راقيه بيوصل فيها كيلو وكيلو ونص واتنين كيلو جرام في اليوم للفرد، وبالتالي بالنسبه للبلاد التانيه كتير؟ لا، بلاد تانية اكتر مننا. أكتر يعني مثلا انت في اوروبا ده رقم كويس. الانتاج بتاعهم قدنا 5 6 7 مرات. أوكي. بس انت بقى دلوقتي عندك ظاهره اسمها ظاهره البلاستيك. وظاهره البلاستيك ده احنا كخبراء بيئه ضدها كاملا يعني. وظاهره البلاستيك دي انتشرت انتشار رهيب جدا. تلاقي الناس واحد واقف يشتري سندوتش فول، السندوتش فول السخن ده خلي بالك السخن، يتحط في كيس نايلون وبعدين جنبيه مخلل يتحط في كيس نايلون، خطر وبعدين 6 7 كيس نايلون، وكل ده بيشكل خطر عليه. احنا بنقول له بقى خليك مع الورق يبقى احسن لنا. هم بيقولوا لك يا دكتور مجدي ان الورق غالي، يعني انا بلجأ للبلاستيك لان الورق غالي. ما هو احنا بس الورق لو احنا بنتكلم على ورقه يعني زي الظرف ده مثلا، الورقه دي لما انا بستخدمها ما فيهاش ضرر عليه، صحيح، بقدر اعمل لها ريسايكلينج. لكن مشكله البلاستيك مش في مصر بس، في العالم كله ان هو ما بيتعملوش يكاد البلاستيك بيقعد 500 سنه يعني. انت البلاستيك الناس يحط كيس نايلون يترمي مثلا في ارض طينيه يقعد 500 سنه على ما يتحلل، فما بيقعد 500 سنه طبعا دي فتره رهيبه جدا. غير طبعا ان هو صحيا ليه اضرار كتيره جدا، الحراره مع البلاستيك لانه بيحصل ديجراديشن وبيحصل لا وليها برضو اثار صحيه وليها اثار غذائيه، لان الناس ممكن تستخدم فيها الاكل. والجزء الاخر انه مساله النظافه ما بقتش مجرد جمال، ده بقى جزء من النموذج الصحي للأفراد طبعا. والتخلص الآمن، كلمة الآمن، التخلص الآمن من المخلفات الصلبة زي ما احنا تابعنا مع وزيرة البيئة والمعنيين وهم بيحاولوا يحولوا المخلفات إلى منتج دلوقتي بايوماس وطاقة جديدة نقدر نطلع منها كهرباء، وبتعمل مشروع كبير في هذا المجال بحيث ان انا استخدمه كنوع من انواع الوقود يوفر لي استيراد بعض البترول او بعض المكونات اللي هو الخاصه لو حضرتك ده بيسموه بايو فويل او بايو ماس، ان انا باخد كل المخلفات اللي بتترمي دي وبنحط عليها بعض المؤشرات، ده بعديها بيبقى صالح ان هو يزرع، يبقى يشكل كأنك انت جبت تربة جديدة يطلع انتاج زراعي، او انه يستخدم في الانتاج الحيواني لو هعمل منه مخرجات للانتاج الحيواني.